يعطيك العافية طلاب الصف التاسع. إن شاء الله بدنا نكمل الدرس الثالث من مادة الفصل الأول، وهو الدرس الأخير في الكتاب لمادة الفيزياء، اللي هو كان عندنا الدرس الثالث بعنوان حفظ الطاقة الميكانيكية. تعرفنا في الدروس السابقة على طاقة الوضع وكيفية إيجاد طاقة الوضع والقانون اللي هو طبقنا عليه قوانين لطاقة الوضع وأيضا لطاقة الحركة. الآن درسنا حفظ الطاقة الميكانيكية، إذا أنا ما في عندي ضياع للطاقة بهاي الحالة. لو جينا نعرف الطاقة الميكانيكية، هي عبارة عن مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم في أي موقع أثناء حركته، في أي موقع في أثناء حركته، إن كان فوق كان بالنص كان بأسفل، إذا في أي موقع في الحركة مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة بنسميها طاقة ميكانيكية. إذا تعطى الطاقة الميكانيكية بالعلاقة التالية، وهي طا ميم اللي هي الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الوضع، وإحنا تعرفنا على قانون طاقة الوضع، زائد طاقة الحركة اللي هي الطاقة الحركية. ماذا نعني بقولنا أن الطاقة الميكانيكية لجسم ما محفوظة؟ عندما يتحرك جسم داخل نظام تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة عندما تكون تساوي مقدارا ثابتا عند إلقاك مسار حركة جميعها. رح نفهم هذا المفهوم من خلال الأمثلة. الآن في عندي لا يوجد تحول للطاقة من دون طاقة حرارية ضائعة. يعني شوفوا هنا عن السيارة احنا بنحط فيها البنزين، الطاقة الكيميائية في الوقود تتحول لطاقة حركية وجزء منها رح يروح لطاقة حرارية، وأيضا كذلك المصباح الطاقة الكهربائية في المصباح بتتحول لطاقة ضوئية وجزء منها بيروح لطاقة حرارية. في عندي مثال في الكتاب، مثال 4-5، هذا المثال مهم جدا. خلونا نشوف هذا المثال. يوضح الشكل 4-13 صندوقا بدأ بالحركة من السكون. شو يعني الحركة من السكون؟ إذا السرعة حتكون الابتدائية صفر، من أعلى مستوى أملس، من أعلى مستوى أملس هي الجسم، تمام؟ انطلق من عنا النقطة ألف إلى النقطة باء. كتلة هذا الجسم اللي عندي 3 كيلوغرام، ارتفاع هذا المستوى 2 متر. بدنا نحسب الطاقة الميكانيكية للصندوق عند النقطة ألف، عند النقطة ألف بدنا نحسب الطاقة الميكانيكية. إذا إحنا عرفنا الطاقة الميكانيكية اللي هي مجموع طاقة الوضع والطاقة الحركية. إذا أنا راح أوجد الطاقة الميكانيكية عند ألف، أنا بحاجة لطاقة الوضع عند ألف والطاقة الحركية عند ألف. طيب طاقة الوضع، هل يوجد لهذا الجسم طاقة وضع؟ نعم، لأنه موجود على ارتفاع معين. شو قانون طاقة الوضع؟ ك في جيم في صاد، صاد هي الارتفاع. كم كتلة الجسم؟ 3. كم جيم؟ 10 اللي هي التسارع الجاذبي الأرضية، وصاد هو الارتفاع 2، فثلاثة ضرب 10 ضرب 2 60 جول. طيب هاي طاقة الوضع. طب الطاقة الحركية حكالي بدأ من السكون، إذا حتكون نص في كاف في عين تربيع عين صفر، فإذا الطاقة الحركية حتكون صفر لأن الجسم ساكن. إذا الطاقة الميكانيكية هنا عند ألف هي نفسها تساوي طاقة الوضع عند ألف، ألا رح تكون تساوي كم؟ 60 جول. إذا وحدة الطاقة هي الميكانيكية جول، زي ما وحدة طاقة الوضع وطاقة الحركية. طب المطلوب الثاني بيحكي لي الطاقة الحركية للصندوق عند النقطة باء، هيو باء، باء موجود اللي هو هون عند النقطة باء. الآن عند النقطة باء اللي هي رح تساوي عندي نفسها، حيكون عندي طاقة وضع؟ لا، بس عندي طاقة حركية. طب الطاقة الحركية شو مالها؟ الطاقة الوضع عندي حتكون ايش؟ الطاقة طاقة الوضع حتكون عندي صفر، الطاقة الحركية حتساوي زائد ايش؟ اللي هي الطاقة الحركية زائد الصفر اللي هي طاقة الوضع حتساوي عندي شو؟ 60، لأنه الطاقة الميكانيكية الشمالة محفوظة، هون حتكون 60، هون أيضا حتكون 60. إذا طاقة الوضع حتكون صفر، ولكن الطاقة الحركية حتطلع عندي نفسها تساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي 60 جول. طيب نشوف مثال آخر، أيضا مثال بالكتاب موجود صفحة 122. يوضح الشكل 4-14 عربة كتلتها 200 كيلوغرام، بدأ حركتها من السكون. من وين بلشت؟ من السكون، تحت تأثير الجاذبية من النقطة ألف فوق ممر أملس، معتمدا على البيانات المدونة في الشكل جد ما يأتي. خلينا نشوف الشكل اللي عندي. في عندي عربة شايفينها، هيها عندي نقطة ألف، عندي نقطة باء، وعندي نقطة دال.
الان خلونا نشوف شو مطلوب مني. هلا كتلتها احنا بنعرف انه هاي كتله العربه 200 كيلو جرام. بده الطاقه الميكانيكيه للعربه عند النقطه الف. هل تمتلك طاقه وضع؟ نعم. هل تمتلك طاقة حركية؟ ما هي تحركت من السكون، إذا ما إلها طاقة حركية، إلها بس طاقة وضع. إذا الطاقة الميكانيكية عند ألف تساوي طاقة الوضع، لأنه إحنا بنحكي الطاقة الميكانيكية تساوي طاقة الوضع زائد الطاقة الحركية، فهذا الحد صار صفر. إذا الطاقة الميكانيكية عند ألف تساوي طاقة الوضع عند ألف. بنطبق ك في ج في ص. كم الكتلة؟ 200، جيم 10، وصاد الارتفاع، كم الارتفاع مكتوب عند الألف؟ 12 متر. عوضناهم حيطلع عندك 24 ألف جول. طيب المطلوب الثاني، بده الطاقة الحركية للعربة عند النقطة باء. هيها عند باء، احنا بنعرف انه الطاقة الميكانيكية عند كل النقاط رح تكون محفوظة، اذا كلها رح تساوي شو؟ 24 ألف. طب بده الطاقة الحركية عند باء، تعالوا نشوف. الآن الطاقة الميكانيكية عند باء تساوي الطاقة الميكانيكية عند ألف اللي هي 24 ألف جول، لأن المسار أملس والطاقة الميكانيكية شمالها محفوظة. إذا طاقة الوضع عند باء زائد الطاقة الحركية عند باء هتساوي إيش؟ الطاقة الميكانيكية عند ألف اللي هي 24 ألف. طب الطاقة الحركية، هو بده الطاقة الحركية، السؤال حكي لي الطاقة الحركية، فرح أجي أحكي 24 ألف ناقص، اجعله الطاقة الحركية موضوع القانون، رح أحكي 24 ألف ناقص طاقة الوضع. شو طاقة الوضع؟ ك في ج في ص، 200 في 10 في 3، رح يطلع عندي 24 ألف ناقص 6000، رح يطلع عندي 18 ألف جول. هاي الطاقة الحركية للعربة عند النقطة باء. طيب نشوف المطلوب الثالث. المطلوب الثالث يا تاسع، بده سرعة العربة عند النقطة دال. بده السرعة عند دال. السرعة عند دال، الآن أنا في عندي السرعة عند دال، في عندي طاقة حركية. إذا خلونا نشوف عند دال، رح يكون عندي طاقة الحركية عند دال. بدنا نعرف إنه الطاقة الميكانيكية محفوظة، فبالتالي عندي أنا عندي الطاقة الميكانيكية حتكون عند دال. شو رح تكون؟ تساوي 24 ألف ناقص طاقة الوضع عند دال. بقدر أطلعها من خلال المعطيات بالسؤال، هي معطيني الارتفاع، فرح أحكي 200 ضرب 10 ضرب 8، رح يكون عندي 24 ألف ناقص 16 ألف، رح يطلع عندي 8000 جول. أنا هيك طلعت الطاقة الحركية، بس هو بده السرعة، فبرجع لقانون الطاقة الحركية، نص في كاف في عين تربيع. نص كاف حتكون اللي هي 200 ضرب عين تربيع، نجعل عين موضوع، عين موضوع القانون، بعدين ناخذ الجذر، فرح تطلع معي سرعة هذه العربة 9 متر لكل ثانية. هيك بنكون احنا انهينا ان شاء الله مادة الفصل الاول. يعطيكم العافية وبالتوفيق يا تاسع.